أهلا بكم. البداية من اليمن، ومع استمرار المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية على عدد من الجبهات، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في محافظة مأرب، هذا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح التحالف أن الاستهدافات قضت على ما يزيد عن 120 عنصرا إرهابيا، ودمرت 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للميليشيات.